السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من البط البري. قبل البدء أريد منكم الصلاة على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتمنى منكم الاشتراك وتنبيه زر الجرس الفائق ليصلكم كل جديد. البط البري قياس 50 حتى 68 سنتيمترا، ويزن في المتوسط 200 جرام للذكور وكيلو 100 جرام للإناث، ويمتد جناحنا 78 سنتيمتر إلى 1 متر. 1 ريش، ويسهل التعرف عليها من الذكور خلال موسم التزاوج. الرمي مرتين في السنة الذي يرأسه الأخضر اللامع، ومن هنا اسمها بقية ريش، هو الرمادي والبني والأبيض مع مرايا خارجية الأزرق البنفسجي منقار أصفر بعد الزفاف. وانتقل وأخذها الكسوف. ريش البيج مماثلة لتلك الأبناء والإناث، ويفقد الريش. 2 ثم إنه رأى في القصب والحشائش الطويلة بعد 3 أسابيع الذكور، ثم تستولي على تربية ريش هذه الفترة القصيرة من يونيو حتى آب أغسطس. الأنثى بمنقار البني وريش دولير اللون البيج والبني مرقش، ويشبه البط السوداء عموما، على الرغم من أن أفتح لونا منقار من الذكور هو مصفر أو مخضر أكثر أو أقل ملطخة السواد، وساقيه أحمر برتقالي الذكور والإناث، والأبناء يكون مرآة متقزحة اللون الأزرق الأرجواني. فاز مع أشرطة بيضاء على الأجنحة. رئيس فراخ البط باللون البرتقالي مع غطاء للرأس في شريط جديد على العين، وأجنحة الظهرية البني الداكن، وصدره الأبيض من السلالات المحلية، يمكن أن تكون تماما أبيض أسود أخضر كما كايوغا، ويبدو مشابها جدا لسكان البرية كما تمثلت من فراخ البط المحلي عادة تماما الصفراء. البط البري يمكن أن تعيش حتى 29 عاما، لكنه يعيش في المتوسط من 5 سنوات.